كل سنة وانتم طيبين اعزائنا المشاهدين. وطبعا في الشهر الكريم اكيد العمل والشغل بيبقى له طعم خاص، يعني شهر رمضان مش شهر ان انا ايه اسهر طول الليل وبعد كده اجي انام طول النهار وبعدين افطر يعني. ففي ناس يعني بتبقى في رمضان يقول لك انا في الشغل ما بشتغلش كتير عشان رمضان، فما بالك بالناس اللي بتشتغل بايديها. يا رسول الله يا عريض الجنة، جينا أجمل شخص فيه نور وسلام، اسمه رمضان فيه صلاة وصيام، فيه زكاة وقيام، فيه الجمال والنور، فيه الجمال والنور، فيه الجمال والنور، وعيد غفور، شهر الدين شهر الدين، على طريق أسير على طريق أسير على طريق أسير على طريق أسير، شهر الدين شهر الدين، شهر الكم شهر الزاكيات، شهر التروي شهر المحا شهر المحا شهر المحا، أجمل أحلى شهر أجمل وأحلى شهر، فيه ليلة القدر أجمل لنا شهر، فيه ليلة القدر الهلال والبدر، شهر يا رمضان شهر يا رمضان سيدنا الحسين. الحاج ناصر النهارده معانا، هنقول له كل سنه طيب. هو شغال دلوقتي ومنتظر فتره العصريه دي اللي قبل الفطار، شغال في هنا في ابو ريش في اسوان. كل سنه طيب. وانت طيب بحضراتكم ورمضان كريم علينا وعليكم. الله يخليك. يعني نقول انك انت اوقات الشغل بالنسبه لك بتبقى بتبدا الساعه كام وبتشتغل ازاي في الايام دي؟ بنصلي الفجر ونشتغل زي ما احنا طبعتنا، ما فيش يعني الفجر وتشتغل. ونشتغل لغايه قبل المغرب ونخش اليوم، بنبدا اليوم زي الايام العاديه وربنا بيقولنا، بنشتغل احسن من الفطار كمان. يعني بالنسبه لك بيبقى يعني تسالي بتتسلى يعني؟ بالظبط. لا وبنشتغل شغل، لا بقى شغل وربنا بيبقى ما تحسش باي حاجه صراحه، مع الشغل بيقوي يعني. انت شغال ما بتحسش بالتعب زي ما انت يعني. الفتره اللي هي من بعد العصر كده لحد المغرب اللي احنا زي اللي احنا قاعدين فيها مثلا، قبل المغرب بساعه بنريح بقى نبتدي، بس يعني بنفضل شغالين مثلا قبل المغرب بساعه نريح. يعني بتشتغل لحد قبل المغرب كده لحد ما يبدا القران كده، القران المغرب يبدا. احيانا بيبقى فيه طلبيه مثلا فبتضطر انك انت تفطر هنا في المكان. بقى بنفطر في المكان عشان نقدر نخلص الشغل اللي مطلوب مننا للاصحاب ونسلمه في مواعيده. يعني فبالنسبه لك يعني شغل رمضان ده بيبقى يعني ليه مميزات معينه بالنسبه لك؟ رمضان شهر كريم وشهر كل حاجه فيه حلوه عن اي دوله بره في العالم. رمضان في مصر طبيعته انت عارف الشعب المصري تحس فيه برمضان له ميزه خاصه عن اي مكان. بتطلب منك الحاجات المرتبطه بشهر رمضان زي ايه بقى؟ تطلب منك ايه شغل هنا بالجريد؟ طلب مننا بقى فوانيس رمضان وحاجات زي كده رمضان تتعلق، هو الاغلبيه كله على الفوانيس يعني. يعني الفوانيس فوانيس ممكن فوانيس باحجامها في يعني فانوس، ممكن فانوس صغير كده صغير، فانوس يتعلق، فانوس يتحط قدام محل، يعني كل حاجه يعني بيتعمل فانوس لغايه متر ونص وفي 50 سنتي، يعني كل حاجه على حسب ايه. الفانوس الكبير انت بتعمل حساب السلك ولا كهربائي هو اللي بيحط له سلك ولمبه؟ نغلف وبقى بنسيب مكان السلك للكهربائي، هو عاوزنا نوصله له نوصله له برضه زي الاباجورات. زي الاباجورات بالظبط. يعني انت بتسيب مكان للسلك فهو يحط الدوايه والسلك فيه ووصله. احنا بنسلمه له مغلف جاهز. مغلف يعني بتحط له الوان؟ الوان برضه اوراق بالظبط. ولا ازاز؟ لا الوان، وفي عاوز ازاز يعني كل واحد بنعمل دي ونشكل احنا بقى، كل واحد ياخد طلبه يعني اللي هو عاوزه. وبنعمل فيه رسومات من الجريد، ارابيسك، مشربيات، يعني بتدي فيها اشكال يعني تغيير. ممكن نعمل حاجه تحط فيها البلح عشان عارف البلح. ايوه بنعمل علب علب للبلح وعلب للشوكولاته والحلويات، بتتعمل من الجريد بغطاء.
احيانا على حسب الشغل يعني بتتسحر، ممكن انت من بعد الفطور بعد الفطار بيبقى فيه صلاه المغرب والتراويح وتبدا سهرتك هنا. لا بنريح نبدا بقى بنريح شويه، لا بنريح شويه كده ونصلي التراويح وننام عادي، ونصحى مثلا في صلاه الفجر ونقوم نخلي الشغل عادي. تسحر في البيت وتبدا شغل بعد الفجر. تبدا شغل بعد صلاه الفجر. وتكمل يومك عادي. ونكمل يومنا عادي. لو رمضان في ايام صيف بنبتدي ممكن نريح من بعد صلاه الظهر كده، ممكن نريح لنا ساعه. لكن لو في رمضان في فترة الشتاء في ايام شتاء زي كده بنواصل شغل عادي في الشتاء بره، ما تحسوش يبقى بتواصل الشغل عادي بنتواصل فيه. بتشوف هنا برضه عادات حلوة كده، على احنا انت على الشارع يعني، ففي ناس بتلاقيها تفطر على الشارع، ناس اللي يجيب شوية بلح حاجة، كل واحد اللي ربنا بيقدره عليه بيعمله من الصدقات، وتلاقي في باقة كده اصلا يعني. طبيعة المصريين رمضان له ميزة والله يعني، في جميع مصر جميع المحافظات صراحة يعني، بتلاقي فيه الطيبة، بتلاقي فيه صلة رحمة، بتلاقي فيه في ناس يعني الصدقة حتى لو بكلمة طيبة، لو يعني في كل حاجة حلوة، تمرة شوية، تلاقي الناس في رحمة بترحم بعض يعني، الناس بتحس الناس بتحس اللي ما معوش بيحس بيدي، اللي ما بيحسش ان هو ما معوش ما حدش يستمر بيحس. الكرم ده السنة كلها، ونقول بركة رمضان تستمر السنة كلها يا حاج ناصر. كريم ومصر ان شاء الله محفوظة، وربنا ان شاء الله حافظها ان شاء الله من اي شيء وحش، وربنا بس ان احنا ايه ان احنا نحب بعض كشعب، وترجع الحاجات بتاع زمان ونساعد بعضينا، مش هي اهم حاجة الفلوس، اهم حاجة المحبة واهم حاجة الرضا. ومن صم وصلى وطاع الاله، ومن صم وصلى وطاع الاله، يموت شهيدا لا شيء عليه. عليك يا حبيبي رفعت له، عليك يا حبيبي رفعت له، من كل ذنب يتوب عليه. ومن صم وصلى وطاع الاله، يموت شهيدا لا شيء عليه، ويموت شهيدا لا شيء عليه، ويعطى قصور بجوار سيدنا النبي، فتاءت الحواري تسلم عليه. مستغل الدوم ده، دوم ده اللي ده شغل عامل بيها ايه نجفه، شغل دوم دي نجفه بيركب فيها لمضه من هنا بسلكها من هنا كده. وبيبقى في اباليك من الكهرباء برضه بس مش موجوده حاليا دلوقتي. يعني بيتعمل منها اباليك. ايوه بنعمل كلها من الخامات الطبيعيه، كلها خامات طبيعيه يعني، مش هتغرمنا حاجه. وعندنا الجريد حتى ان احنا ما بقى فيش بيئه عندنا يعني، ننظف البيئه بدل ما النخل والحاجات دي يعمل عيب علينا التلوث، يبقى احنا كده استخدمناه واستفدنا. طيب عند الساعة كمان اللي ورانا دي بتعملها، ودي والساعة دي بنعملها ساعة حيط برضه يعني، كل حاجتك موجودة. وفي حاجات بنعملها احنا، بنعمل أوضة النوم كاملة من دولاب. أوضة نوم دولاب وكل حاجة كاملة. كان في سرير معين بيتعمل بس اللي نعرفه، لا بيتعمل سرير بيتعمل سرير بعد كده والترابيزات، وكنا عاملين بيتعمل سرير زي بتاع الخشب بالظبط، سرير ودولاب. والسرير ودولاب. انا شايف دي في جزء لسه، بس لسه الضرب بقى بتاعته لسه يعني. لسه ده ياخد تكمل. كنت عامل انا شغل قبل كده واتصور برضه، الجوائم بتاعته خشب، دواليب وبتاع. ايوه القوائم خشب بس بدهنا، وممكن استخدامها جريد برضه، ويبقى بشكلها الطبيعي. وبشكلها الطبيعي بس كل زبون على حسب طلبه. دي برضه جريد دي حصيرة ان انا اضلل بقى. حصيرة ممكن تبقى مظلة اعملها على استندا سطح مثلا، سطح ضل كافيتيريا بالظبط كده. في كافيتيريات وحاجات زي كده نفس الوضع كده. يعني برضه من الجليد كله جليد، ما فيش اي حاجه خاليه من كله، خامتنا كلها من الطبيعه. طيب انا اخدت من حضرتك مثلا منتجات، خدت كراسي زي كده
وحاططها في بلكونه، او مثلا حد مثلا في عنده مكان واسع حاططها في الشمس، الافضل تبقى في الشمس ولا في الظل؟ هو الشغل بطبعه شمس وظل ما بيجرالوش اي حاجه، ما فيش حاجه تاثر عليه، حاجه بتاعت الطبيعه. فما تفرقش كل حاجه، الهواء الطبيعي انت بتتنفس ودي ده تقعد فيه احسن من الصب، واحسن حاجه. والناس بتسيب اللي يعني بقى عامل شقه وصرف عليها وبيسيبها بيروح الكافيه عشان شويه الهواء بعيد، شويه الهواء الطبيعي، بحيث ما هو عنده مكان في البيت وصرف، بس هو بيدور يتنفس. انا شايف انه شكله على كده من غير دهان احلى. ايوه بطبيعته، وانت لو جبت جميع الالوان اللي في العالم وجبت جميع المصممين، مفيش واحد هيقدر يصمم بعد اللون اللي اعطاه ربنا سبحانه وتعالى. في حد هيقدر يعدل على ربنا؟ هو اللون ده خلقه ربنا. صعب صعب يعني، صعب فعلا. عندك حق، الالوان درجات اللون اللي موجوده الطبيعيه في جريده النخيل. أيوة. ما تجيبهاش اي كمبيوتر نهائي خالص. انا انت عارف الزبون الاجنبي بحترم تفكيره، يعني تقول له يقول لك لا انا عاوز الحاجه بطبيعتها، مش عاوز اي ابهويات فيها، عاوز بوضع كده بطبيعتها. فيها برضو ميزات، ليها ميزات، وبعدين ليها المطلوبه سواء للمصريين او للاجانب. للاجانب ايوه بالظبط كده، للمصريين وللاجانب، عشان برضو مش هيشيل حاجه تقيله معاه، بيطلب منك. ايوه بتعمل ممكن علبه مناديل، حاجات صغيره ياخدها في الشنطه يعني زي كده، تحفه كذكرى بالظبط. الحاجات دي احنا بنعملها، بس للاسف ان مش موجوده والله، كلها اتحملت يعني. كنا نتمنى ان احنا صحه وربنا يبارك لك يعني. بس احنا عاوزين بقى ان احنا نعمل ايه، نطور الشغل ده والحرف دي، جميع الحرف، عشان ما تنقرضش. لان انت بتتميز في العالم كله، بتتميز شغل اليد دي بيتميز عن العالم كله. مفيش حد عنده شغل يد زي مصر، بس المفروض انتوا ايه، الدوله تساعد الشغل اليد وده. ايه المطلوب يعني مثلا؟ يعني تساعد الشباب نعمل مشروع ومعارض، نقدر نبقى في تسويق له اكتر. يعني وكده بس. الحاج ناصر بتقول انه موجود هنا في اسوان، بتقول ان انا يعني محتاج ان الحاجات دي تبقى جمعيات او مؤسسات او او جهات، اي جهه. ايوه ان احنا نصدر، تاخد منك الحاجه دي تحطها في معرض او تصدر، وتصدر او نعم بالظبط، ان هي توصل الفكره للاخرين. جمعيات جات لك مجتمع مدني او حاجه زي كده؟ لا 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 مفيش والله، مفيش. هو بنتمنى ان احنا المشروع يتطور، يتعمل اماكن نظيفه، تتعلم الشباب، بدل ما نقول الشباب ما فيش شغل، الشباب مش عارف، لا يتعلم الشغل. يعني عندك استعداد انك انت تدرب؟ ايوه ندرب ونعلم، بس عاوزه برضه مساعده من يعني برضه من الدوله، برضه ابقى في مساعده برضه عشان انا افرغ وقتي برضه للشاب ده، ان انا اعلمه عشان انا راجل ورايا بيت ورايا مصاريف ورايا دول. بالنسبه لك انت برضه تفيد وتستفيد. بالظبط كده. طب الخامات دي غير؟ ايوه الشاب لو عمل له ب 100 جنيه هو لسه يعني، احنا شغلنا زي ما هو، كل حاجه بتزيد واحنا زي ما احنا، شغل الشاب والمفروض ان هو شغل الشاب. يعني الجريد اللي بتجيبه ده سعره؟ ايوه الجريد دلوقتي برضه بتختلف. ليه؟ ان انت مثلا العربيه، كنا بنجيب العربيه مثلا من جنا او من سواق، كان بياخد مني 100 جنيه نيلون و5 جنيه كراميه، دلوقتي بياخدوا بال 2000 و3 نيلون. ما انا بكلمك صراحه. اكتر الخامات دي الجريد ده بيجيبه من هنا اكتر ولا من بحري اكتر؟ والله من هنا ومن هنا يعني، على حسب يعني، من هنا ومن هنا يعني. احيانا انا ابقى فيه متوفر في وقت معين، مثلا في الشتاء ممكن ابقى متوفر هنا في التقليم، ولكن مثلا بيجي في موسم البلح ما بيطرح، ما حدش بيقلم، بنضطر ان احنا نجيب من ايه؟ من بحر عشان نشتغل. ال هو حاليا في الشتاء متوفر هنا في النجر. ايوه في اسوان والنجره وال ال ال الراجل اللي بيقطع النخله الجريده، النخله دي ده دي برضه حرف. ايوه صنعه برضه، مش صنعه. ايوه بيطلع النخله بقى. هل في بيبقى مشكله بالنسبه لك، يقول لك انا والله مش لاقي حد يقطع النخله، مش لاقي صناعيه، فانت ممكن برضه يبقى حد من عنديك ولا لا؟ لا احنا ممكن بنوفر الصنايعه واثنين، وممكن نعلم يعني، دي متوفره برضه، في ناس شغاله يعني، في ناس شغاله، وممكن بقى يعني لو زودنا شباب ممكن نعلم شباب تطلع النخله، ممكن نعلم زي ما نعلم هنا يصنع ازاي الجريده ونتعلم ونحن نستفاد شغل ونعلم شباب وتشتغل. هل النخل مثلا تعمل متحف مثلا؟ كل محافظه لها متحف، فابقى دعايه يعني، فاهمني؟ متحف ما خلى حتى يغرم، ابقى دعايه لك، ما انت مثلا الحاجه دي هتوصل ازاي؟ ما هو مش كل واحد هيدور على مكان زي كده عشوائي ان هو يوصل يشوف فكره الشغل، عاوزه في كل محافظه تتعمل معرض كامل، نعمل اوضه نوم كامله، يبقى هنا لو الخشب غالي يبقى في بديل معانا. هدي انت حليت مشكله للشباب اللي يتجوز اللي يعمل، يبقى انت حليت مشكله. الناس تبدا ببسيطه، هو رسول الله في مخلوق احسن منه على وش الارض؟ كان عايش على حصيره وبينام على الارض، بس احنا كلنا دلوقتي عاوزين الاحلام وعاوزين الطموح وعاوزين ما عاوزين كل حاجه جاهزه. نبدا يعني احنا عاوزين كل حاجه على الجاهز من غير ما نحلل الحاجه وما نتعب الحاجه.
عجينات الادوات اللي تستخدمها يعني، وعايزه برضو حرص في كصنعه، عباره عن ايه؟ دي عباره عن حاجات بيعملها الحداد، عباره عن يعني زي سكينه كده، سكينه متنيه من قدام وسكينه مفروطه، وفي حاجات تانية بنشتغل بقى تاني بالتخريم والحاجات دي، وبرده ده عاوزين برده كلهم حتى يساعدونا، لان هو بقى واخدها يشتغل بقى طبعا عشان القلق اللي بقى حاصل في الدوله، يقول لك ده واخدها يعمل بقى مشكله، يعمل بقى مش عارف يعني دخل، لكن هو بياخدها ليه؟ لاكل عيشه، ممكن يتحكم معاه من شرطه ظابط يقول له دي انت موديها فيه، هو عشان شغله برده، بس احنا عاوزين نبقى مساعده، ان هو عارف ان دي مثلا واخدها قلق يشتغل بقى ياكل بقى عيش يتعيش بقى. يعني لان بنضطر نجيبها مثلا من مصر، بنجيبها من هنا تبع تاجي زي بتاجي سفر قطر لازم تعدي يعني على المحطه. الادوات دي مش موجوده هنا؟ لا مش موجوده، من بحر نجيبها من بحر. فلو حد لقاها معاك بيقول لك انت الحاجه دي بقى دي وعمل بقى ايه؟ هو عشان شغله هو برده، يعني هو برده ما شغله بيفرض عليه كده. الناس اللي شغاله في المهنه دي المفروض انه يبقى فيها بالنسبه لها يعني يبقى في يعني زي ما نقول مرونه، يعني مرونه بقى في مساعده في تسهيل بالظبط، وتوصل الفكره دي، لان في ناس ما تعرفش ايه اللي ايه ده، ما تعرفش عنها حاجه يعني. طيب الاقفاص عندك اقفاص برضو بتشتغل اقفاص كتير؟ بنعمل اقفاص في انواع منها، في منوع، في اقفاص للطير، في اقفاص للحمام، في اقفاص للمانجا، في اعدادي طماطم، يعني في حاجات زي كده. الحاجات دي بتحافظ على الخامه؟ ايوه بتحافظ على الفاكهه وعلى الخضار وعلى لو حطيت دلوقتي الفاكهه اي فاكهه ابص عليها كده في البلاستيك بتسود وتغير طعمها، يتغير شكلها وطعمها، لكن لو انت حطيتها في الجريد عشان حاجه طبيعه من يفضل زي ما هو، لو قعد مهما يقعد وما يغيرش لونه وتاكله تستطعمه. بس انتشرت دلوقتي فاصل الفراخ اللي هي البلاستيك، البلاستيك كلها، ودي بتبوظ الحاجه وبتموت الفراخ، لو انت جاي في مسافه مثلا مسافه بعيده في الحر بتموت بتعدم، لكن لو في جريد بارد زي التكييف بالعكس يحافظ على يحافظ على الحاجه ويبقى رطوبه له. والفاكهه نفسها لو انت بصيت بقول لك لاي فاكهه ما بتغيرش في القفص، وتقعد يوم واثنين وثلاثه ما جرالهاش حاجه. لكن السلال والحاجات دي اللي هي بتاعت اللي بتعمل من الزعف دي مش عندكم؟ مش تبع بنعمل كل حاجه، بنعمل سله وبنعمل شغل كتير، يعني بنعمل شغل وبيعمل طبق نوب وبنعمل كل حاجه برضه. كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده بنعملها، يعني كل حاجه احنا بنعملها، بس على حسب ما بتطلب مننا الحاجه يعني. حسب يعني ممكن حد يجي يقول لك انا عايز اغرب حاجه طلبت منك، في حاجات غريبه طلبت منك؟ في حاجات كتيرة بتطلب مننا، يعني بيطلب مننا نعمل مثلا شكل من الجريد من شكل الاهرامات، بنعمل بنطلعها برضه. يعني ممكن تعمل شكل الاهرامات، ممكن تعمل حاجات زي المعابد زي الحاجات دي بالظبط كده، يعني حد مرشد سياحي يقول لك انا عايزها دي عشان الاجانب طالبينها تعملها له بالظبط. انا لسه كنت مخلص شغل في معبد ابو سمبل، عامل شماسي هناك وشغل هناك، وعمل يافطه بالنوى بتاع البلح هناك مكتوبه بالانجليزي والعربي، وشغل هناك جميل يعني لسه عم. فدي ممكن انت بالنسبه لك يعني بتطور، بتحاول تطور في شغلك؟ بنحاول نطور، يعني احنا بنحاول نطور الفكره وبنخليها في الاحسن، وعشان الزبون يرغب الحاجه والحاجه ما تتكررش. طبعا كل دلوقتي ومعاك شباب، شايف شباب شغالين ما شاء الله بيستخدم التكنولوجيا، فهل انتوا عاملين مثلا موقع، عاملين صفحات على الفيسبوك؟ لا للاسف احنا شغالين كده بطبقاتنا، ما فيش اي حاجه والله بطبقاتنا، لانه احنا مقتنعين رزقك فهو ربنا كاتبه لك، والله ما يروح منه حاجه. لو رزقك كده انت اهم حاجه ان انت تسعى، تقوم ان انت تسعى للمعيشه وللرزق، وربك هيسيرها يعني، ربك ما بيشقش حنك، بس انت تساعد نفسك يعني، انت تساعد نفسك وتشتغل. بتحب بتضيف حاجات معينه مع الخامه دي؟ مثلا في مسامير، في سلك، في حاجات معينه. دي بس بالظبط، وممكن بقى ناخدها في صنفره، مع الصنفر بالصاروخ تصورها يعني، تديها يعني ورنيش لمعه. الدوم مثلا ده انت بتختار حاجات صغيره ولا دي نوايا الدومه؟ دي النوايا بتاع الدومه، بكسر الدومه وبطلع النوايا بحيث ان هي تبقى خفيفه ما تدينيش حمل وما تبص مع الشمس، يعيش معك عامله زي العض. تخرم الحته اللي فوق ونخرمها تخرمها فوق وتعملها ونركبها زي المت، تعمل منها ميداليات وتعمل منها شكل اشكال. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم على الطريقة الصعيدية مع منتجات النخيل واستغلال جريد النخيل في صناعات مختلفة. شكرا لكم وإلى اللقاء.